Bonsoir, aujourd'hui on va faire la lecture, mais avant de lire le texte, on va commencer par j'observe et on va formuler des hypothèses. On va regarder les questions, on va répondre عليهم, on va نوضعوا واحد الفرضيات ومن بعد عاد غادي نقراو النص، يعني غادي نتبعوا المنهجية اللي كديروا في القسم. يعني غادي نبداو بهاد لي كيسيون، عاد ابخي غادي نقراو النص ونفهموه ونريبونديو على لي كيسيون اللي عندنا في لاباج 91. اذا نبداو بلا بروميير كيسيون، كو ريبريزونت لي دو بروميير ايماج. اذا لاحظوا معايا هاد لي دو ايماج، شنو كتلاحظوا في هاد لي ايماج؟ شنو كيقدموا لنا هاد لي دو ايماج؟ اذا الصوره الاولى كتوضح كاينين il y a des voitures. اذا حنا في واحد المصنع، في واحد لوزين ديال السيارات. الصوره الثانيه كذلك في مصنع السيارات، ولكن هنا il y a des robots، كاينين لي روبو. هنا نو il y a des ouvriers، كاين عمال. اذا هاد الصوره نقدروا نقولوا صوره كلاسيكيه، يعني كيفاش كانوا كيتصنعوا السيارات، يعني في واحد هادي واحد 30 سنه او 20 سنه. ولكن من بعد هاد لو بروغري تكنولوجيك رجعنا وعالم السرعه، رجعوا لي روبو هما اللي كيساعدوا في صناعه السيارات. اذا فعوض ما غادي يصوبوا مثلا في اليوم الواحد واحد 4 سيارات او 5 سيارات بفضل هاد لا تكنولوجي اللي رجعت دابا، وهاد لو بروغري تكنولوجيك يقدروا يصوبوا حتى 200 سيارة أو أكثر، أو 1000 سيارة في اليوم الواحد بفضل هاد لي روبو. إذا نقدروا نقولوا بالنسبة لا بروميير إلى دوزيام إيماج مونتخ دو زوزين دو مونتاج دي فواتور. إليا لي فواتور وبيان لوزين كلاسيك وبيان السيارات الكلاسيك القديمة اللي كانت بلا ماشي اوتوماتيزي. وهنا il y a des voitures automatisées. اذا غادي نجاوبوا على لا بروميير كيسيون. غادي نقولوا لا بروميير ايماج et la deuxième la première et la deuxième montre deux usines de montage جوج ديال المعامل ديال مونتاج السيارات، لتركيب السيارات. Des voitures. Donc, كاين السيارات الكلاسيك والسيارات الاوتوماتيزي. اذا بلا ما نديروها دوزيام كيستيون، اذا اون فا لير لا دوزيام كيستيون. كو ريبريزونت لي دو زوتر لي دو زوتر ايماج. اذا شنو كيقدموا هاد لي زوتر لي دو زوتر ايماج؟ شنو كتلاحظوا هنايا؟ لاحظوا معايا، نو زافون ايسي اون بتيت فامي، وهنايا كذلك واحد الاسره صغيره. اذا لاحظوا، الى لاحظتوا في الملامح ديال هاد ديال لي دو فامي، كتلاحظوا بان في الصوره الاولى كاين واحد لا كومينيكاسيون، كاين واحد التواصل، كاين واحد البهجة، كاين واحد السرور على المائدة ديال الطعام اونتخ لي بيغسون ديال هاد لا بخوميييغ فامي. بينما الأسرة التانية إنيا با دو كومينيكاسيون، مكاينش واحد التواصل داخلي، ربما يكون تواصل خارجي حيت في يديهم بربعة إليا دي تيليفون، إذا شادين تيليفون. اذا هنا الكاتب النص بغى يوضح لنا
بأن هاد لا تكنولوجي اللي رجعات قدات على هاد لا كومينيكاسيون اللي كتكون داخل العائلات، بينما هاد الأسرة هادي ما كاينش دي سمارتفون، ما عندهمش لي سمارتفون في يديهم. إذا كاين واحد لا كومينيكاسيون ما بين الأفراد ديال هاد العائلة. إذا هاد العائلة نقدر نقولوا بأنها سعيدة، يعني على ما كيظهر من الملامح ديالهم، يعني كاين واحد لا كومينيكاسيون ما بيناتهم. إذا غادي نجاوبوا على لا كيستيون. إذا غادي نقولوا بأن لا تخوازيام إلى كاتخيام ايماج مونتر دو فامي ديفيرونت، إذا مختلفين. عندنا لا فامي، هاد لا فامي اوغوز، وكاينه واحد لا كومينيكاسيون، وهنا نقدروا نقولوا ابسون، هذيك لا كومينيكاسيون ابسونس دو كومينيكاسيون. اذا نجاوبوا على دوزيام كيستيون. اذا نقولوا لا تخوازيام الى كاتريام la troisième et la quatrième image montrent deux familles différentes. يعني مختلفين. احنا باش عرفنا الاختلاف من الملامح من طريقة الجلوس ديالهم. دونك نقولوا بان لا تخوازيا لا فامي ديال لا تخوازيام ايماج اوغوز. اذا اوغوز اي كومينيكاتيف اي كومينيكاتيف. مبقناش فين نكملوها. اذا الكومينيكاسيون هادي راه الكماله ديال هاد كومينيكاتيف. دونك وغادي نقدروا نقولوا بان لا فامي ديال لا كاتريام ايماج كاين واحد لابسونس دو كومينيكاسيون. اذا نقولوا ابسونس، اذا ابسونس دو كومينيكاسيون. اذا هذه هي الجواب على السؤال الثاني. اذا ننتقلوا لا ترويزيام كيستيون. كيل لا ريلاسيون اونتر لي ايماج اي لو تيتر. اذا شنو العلاقه كيل لا ريلاسيون اونتر لي ايماج اي لو تيتر. اذا شنو العلاقه ما بين هاد لي كاتري ايماج اللي شفنا وما بين العنوان. نشوفوا السؤال الرابع، يعني عاد نجاوبو عليهم بجوج. دابخي لي تيتر اي لي ايماج دو كوا لو تيكست فاتيل بارلي. اذا انتبهوا معايا، حنا عندنا تيتر واحد، عندنا عنوان واحد، اذا راه كاين واحد الخطا، ماشي لي تيتر. دابخي لو تيتر دابخي لو تيتر اي لي ايماج دو كوا فا بارلي لو تيكست او بيان دو كوا لو تيكست فاتيل بارلي. علاش غادي يهضر النص؟ اذا هنا هاد السؤال الثالث والسؤال الرابع غادي نقدروا نجمعوهم ونهضروا على لا غولاسيون اونتر لي ايماج اي لو تيتر، ونهضروا علاش غادي يهضر هاد النص. اذا انتبهوا معايا، هنا كيبان لنا بلي هنا في هاد لوزين الاول اليا دي زوفغي، كاينين واحد العمال كيصنعوا السيارات. هنا كاين واحد وهذا، اذا سي تان افونتاج. اذا علاش؟ حيت كنساعدو في اليد العامله وما غاديش تكون البطاله. هنا اني با دي زوفري، ما كاينينش العمال، ال اكزيست سولمون لي روبو. اذا كاين لي روبو، هذا سي باردون سي تان انكونفينيون، هذا يعني سلبي. علاش؟ غادي يساهم في ان تكون البطاله، اننا غنقضيو على اليد العامله. هنايا
يعني هنا هاد لي زيماج بوحدهم، هنايا غنتقلوا لهاد لي دو زيماج. هنا هاد ليماج لا بروميير ايماج قلنا كاين واحد لا كومونيكاسيون، كاين واحد السرور، واحد البهجه. اذا هنايا ان يا با دو كومونيكاسيون، اذا كاين واحد لابسونس دو كومونيكاسيون بسبب هاد لي سمارت فون، بسبب هاد لو بروغري تكنولوجيك. كاين هاد الجمود يعني ما بين لي بيرسون ديال هاد هاد لا فامي. اذا هذا سي تان انكونفينيون. اذا كيفاش لا تكنولوجي ساهمت في ان ما غاديش يكون التواصل داخل الاسر، وهادشي اللي كنشوفو حاليا غالبا في تقريبا في الاغلبيه ديال الاسر. يعني خلينا حنا كاع ديال الاسر ديال العالم غير الاسر المغربيه، كتلقى كل واحد شاد التليفون ديالو وكل واحد في العالم الخاص ديالو. اذا ما بقاش واحد لا كومونيكاسيون كيف ما كانت، بحال هاد لي سمارت فون وهاد لو بروغري تكنولوجيك قداو على هذاك السرور والبهجه اللي كان داخل الاسر المغربيه ولا الاسر بصفه عامه في جميع دول العالم. اذا غادي نقدروا نقولوا بان دابري لو تيتر اي لي زيماج لوتور فا بارلي دي زافونتاج اي دي زانكونفينيون دي بروغري تكنولوجيك. il s'agit alors d'un texte argumentatif. اذا حنا كنهضروا على واحد النص اللي هو argumentatif. من بعد غادي نشرحوا. اذا غادي نريبونديو على هاد التخوازيام كيستيون والكاتريام كيستيون في نفس الوقت. اذا ثلاثة والربعة غنجاوب عليهم في نفس الوقت. اذا دابري انطلاقا دابري لو تيتر، كيف ما قلت لكم ماشي لي تيتر كيف دايرين هما، نو عندنا غير عنوان واحد، ما عندناش بزاف ديال لي تيتر ديال العناوين. دابري لو تيتر اي لي زيماج لوتور، إذن الكاتب، فا بارلي سوف يتحدث عن دي زافونتاج إيجابيات إي دي زانكونفينيون وسلبيات des progrès technologiques. هذه هي الريبونس ديال التخوازيام والكاتريام كيستيون، جاوبنا عليهم في نفس الوقت. اذا الان جو في لير لو تيكست، غادي نقرا النص و ميم طون باش ما نضيعوش الوقت اللي قريته غادي نشرحها. كيل سون لي زافونتاج اي لي زانكونفينيون دو بروغري تكنولوجيك، شنو هما ايجابيات وسلبيات التطور التكنولوجي. Le progrès avait pour objectif au début de faciliter le quotidien des êtres humains, mais est-ce le cas aujourd'hui? إذن هاد التطور كان في البداية عنده واحد الهدف ديال أنه يفاسيليتي لو كوتيديان دي زوتر إيمان، يسهل المعيشة ديال الناس. ولكن الكاتب هنا كيتساءل واش هادشي اللي كاين اليوم. إذن الهدف الرئيسي والأساسي اللي كيف موضح الكاتب أن هاد لو بروغي التطور التكنولوجي كان باش يسهل المعيشة ديالنا، والكاتب تسائل واش هادشي اللي كاين اليوم. إذن غادي نشوفو علاش تسائل هاد السؤال. Il est certain que l'invention technologique permet de nous faire gagner du temps et
de l'argent grâce aux nouveaux moyens de déplacement, les voitures, les TGV, les avions. Idem, les avantages. إذن هاد التطور التكنولوجي اللي كاين كيسمح لينا باش نربحو الوقت. كيفاش غادي نربحو الوقت؟ مثلا شحال هادي باش غادي تسافر من مدينة لمدينة، كان سي ديفيسيل باش ديال انك ديبلاصا، ولكن الان ممكن تدور الكرة الارضية وتدور العالم في واحد الوقت وجيز، يعني في ظرف واحد السويعات قليلة انك تقدر تمشي من دولة لدولة او تدور كيف ما قلت الكرة الارضية عامة. إذن هنايا غاني دو طون، صدقنا كنربحو الوقت ونربحو الفلوس، ولكن بفضل نوفو موايان دو ديبلاسمون. ولكن هاد الشيء بفضل هاد لي موايان دو ترونسبور لي كاينين، لي فواتور يعني السيارات، تي جي في. هاد تي جي في هو هاد القطار السريع اللي دشن مؤخرا واللي كيربط ما بين مدينة الدار البيضاء وطنجي، ولي زافيون الطائرات. إذن بفضل هاد لي موايان دو ترونسبور هما اللي ساهموا في اننا نربحوا الوقت ونديبلاصاو من مكان الى المكان في وقت قياسي. دونك دو نو سامبليفي لا في غراس او نوفو ايكيبمون دو لا ميزون، لافلين، فور، ريشو اكسيتيرا. إذن هنا الكاتب كيتحدث على هاد ليكيبمون دو لا ميزون، هاد التجهيزات المنزليه اللي حتى هما ساعدوا في ان العيش كيكون بواحد البساطه بحال شحال هادي. مثلا باش انك غيمكن مثلا تصوب الخبز وكذا، خاصك يعني الحطاب، خاصك بزاف ديال العواد، وخاصك بزاف ديال الامور. ولكن حاليا نو، رجع مثلا كاينين دي ماشين، كاينين هاد لي فور، كاين لي ريشو، كاين بزاف ديال الامور كيخدموا بالضوء او بالغاز. اذا لافلين، لي فور، لي ريشو اكسيتيرا. اذا هنا الكاتب كيهضر على لي زافونتاج ديال هاد لو بروغري تكنولوجيك. دونك اي دو فير اوغمونتي نوتر اسبيرونس دو في غراس او زوبيتو مودرن كي سون كابابل دو كيور même les patients atteints d'une maladie grave. إذن هاد بفضل هاد المستشفيات المودرن الحديثة اللي رجعات، وبهاد الأجهزة اللي رجعات في هاد الحياة، رجع أن الإنسان هنا كيهضر الكاتب على أمد الحياة أنه تزاد. يعني علما كي بيين هو بأن الناس شحال هادي ما كانوش كيعيشوا بزاف، ولكن بفضل غراس او زوبيتو مودرن، بفضل لي زوبيتو هاد المستشفيات الحديثه، ان تزاد امد الحياه، ليسبيرونس دو في. يعني وان المستشفيات رجعوا كيستقبلوا هادوك الناس، هادوك لي باسيون، لي مالادي اللي كيعانيو دون مالادي غراف، اللي كيعانيو من امراض غراف خطيره وصعبه. إذن بحال المرضى السرطان ومجموعه من الامراض اللي شحال هادي ان ما كانش عندها العلاج، ولكن الان فضل غراس لي زوبيتو مودرن رجعوا ان هاد الناس كيتشافاو وكيكملوا الحياه ديالهم بسلام. إذن ننتقلوا للفقره الثانيه. سوبوندون ا كوز دو لانفونسيون تكنولوجيك سيرتان يوزين اون دو ريدوير لو نومبر دو ترافايور. إذن هنا الكاتب من كان كيهضر في لي زافونتاج دو بروغري تكنولوجيك، الان رجع كيهضر على السلبيات، لي زانكونفينيون ديال هاد لو بروغري تكنولوجيك، بحيث ان مجموعه من لي زوزين ريدوير لو نومبر دو ترافايور. لي ترافايور هما العمال اللي كاينين اللي كيكونوا في لي زوزين. إذن هنا قالك بان مجموعة من العمال مؤخرا رجعوا كيسرحوا العمال ديالهم، رجعوا كيجريوا على العمال. علاش؟ حيت لي روبو رجعوا كيعوضوا المكان ديال هذوك العمال، كيف ما كتشوفوا هنا في لي فوتو. لاحظوا معايا هنا العمال، اذا كانوا لي روبو وغادي يوجدوا السيارات في وقت قياسي، مثلا غينتجوا 100 سياره او 200 سياره في اليوم، والعمال غينتجوا 10 او 20 سياره، وغيكلفهم الصالير ديالهم لي زوزين واحد المبالغ ماليه ضخمه يعني في السنه،
إذن غيستغناو على اليد العاملة، وهذا سي ان كونفينيون كيهدد اليد العاملة بامتياز. إذن اون نوتر pour produire des appareils électroniques, les fabricants puisent des ressources naturelles. ولكن هاد هنا الكاتب كيهضر على العمال، على باردون، على اننا باش ننتجو لي زاباراي الكترونيك، هاد لي ماشين اللي هضرنا عليهم، وهاد لي روبو باش غنصاوبوهم اصلا، وباش غنصاوبو هاد لي فواتور، وباش غنصاوبو هاد لي سمارت فون، كنحتاجو دي ريسورس ناتوريل. لي ريسورس ناتوريل هما المواد الاوليه اللي كاينين في الطبيعه. سو كي كوز des conséquences négatives sur notre environnement. وهذا اللي كيعود بشكل سلبي على البيئه. اذا enfin les distractions sur internet et les vidéos détruisent la vie de famille. اذا هنايا الكاتب كيوضح لنا بان هاد الديستراكسيون اللي كاينه، هاد الالهاء للديستراكسيون، هما الالهاءات اللي كاينين على الانترنت، انك كتبقى تشوف واحد لي فيديو وكتستمتع مثلا بواحد المشاهد سوغ انترنت، هادشي ديتخويز، رجع كيهدد او يدمر الحياه العائليه، لا في دو فامي. علاش؟ حيت ما كتبقاش واحد لا كومونيكاسيون، وما كيبقاش واحد الحوار ما بين لي بيرسون ديال هذيك لابتيت فامي. اذا بسبب هاد لي ديستراكسيون سوغ انترنيت، هاد الالهاءات اللي كاينه سوغ انترنيت. شاكان ريست كونسونتري دوفون سون ايكرون، اذا كل واحد كيرجع مكونسونتري كيف مع هاد لا فامي قدام ليكرون ديال السمارت فون ديالو، او بيان البي سي ولا لا تيليفزيون. اذا سو كي ريسك دو nuire à notre vie familiale et sociale. إذن وهذا الشيء هو اللي يمكن غادي يضر بالحياة العائلية والحياة الاجتماعية ديالنا. إذن هاد النص مخود مهد لو سيت www.archimedia.fr تكست ادابتي. الآن غنتقلوا للصفحة 91 وغادي نغيبونديو على لي كيستيون ديالها.